بالعادة لما يكون في وضع أمني حساس يبدأ وينتهي بعدين، أو التقليد هذا الإعلام التقليدي، بعدين يأتينا البيان أو الخطاب الرسمي بعد ما الموضوع بيكون منتهي. عشنا في حالة قد تكون مختلفة بسبب التكنولوجيا والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، الأحداث، الصور، التعليقات كانت تسبق مثلا يعني أثناء العملية، حتى أحيانا ممكن تسبق العملية. صحيح. أين أخفقنا وأين نجحنا؟ هذا الحديث كمواطنين مستخدمين صدق ما بكفي لا ربع ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، لكن إذا أردنا أن نختصر هذا الشيء، قبل ما أختصر حقيقة أنا في دين برقبتي باسم كل طلاب جامعتي، جامعة الشرق الأوسط، وأعضاء الهيئة التدريسية ومجلس الأمناء ومجلس العمدة. حقيقة أنقل تعازينا الحارة لمولاي صاحب الجلالة والشعب الأردني والكرك الأبي بشهداء الوطن حقيقة. وكان لنا وقفة الثلاثة الماضي وصلاة في حرم الجامعة، هذا أقل شيء ممكن يقدموه أبناء الوطن والجامعات كلها حقيقة باسم كل الكادر التدريسي في الجامعات الأردنية، لأنه إحنا كنا في اجتماع قبل فترة عمداء شؤون الطلبة سبحان الله قبل بيومين، وكان الاجتماع مع معالي وزير التعليم العالي من أجل يعني الحديث حول الفكر المتطرف وكيفية يعني متابعة هذا الشأن. عودة للي تفضلت فيه أخي فؤاد، نسأل حالنا السؤال الأول قبل كل شيء، ليش صار في عندنا سوشيال ميديا؟ كان عندنا جرائد، صحف، راديو، تلفزيون، ما كان عندنا لا انترنت ولا كان عندنا فيسبوك ولا تويتر ولا وغيره وغيراته. باعتقادي خلنا نسأل حالنا ليش اخترعت في البداية هاي بعد ما كان في عندنا إعلام؟ يعني أنا قرأت من اخترع ومن أسس هذه المؤسسة أنهم بدهم يعملوا سوشيال ميديا، بدهم يعملوا مجتمع اجتماعي افتراضي ما كان له علاقة في إعلام، ما كان له علاقة في معلومة، ما كان له علاقة في نقل أخبار، ما كان كل هذا الشيء. وبدأت الفيسبوك بمجموعة تتعدى عدد بسيط من خلال كلية، ثم صارت الآن زي ما بتعرف في المليارات. إذا جينا سألنا أنفسنا طب شو صار معنا في هذا الحادث وغير الحادث وحادث الاغتيال السفير، كان وهو عم يغتال كان عم نحضره لايف، يعني هذا عبر التاريخ، ما صار إنك عم بتشوف شخص يقتل الآن مش مسجل. ونسأل أنفسنا شو سيكولوجية الموضوع، كيف نفسر ليش فؤاد كان حريص يتابع ورهف مش حريصة وسليم شوي وشوي. هذه اسمها غريزة الفضول. شو غريزة الفضول؟ غريزة الفضول الآن إذا بمر سيارة من هون بنسمع صوتها ما بننط بنطلع، ما عندنا فضول لأنه شيء عادي. إذا مر بياع غاز من هون رهف ما بنفوت بنطلع، لكن إذا سمعنا صوت صراخ كلنا بنقوم لأنه هذا الشيء مش طبيعي. فالفضول لما يطلع عن الحد الطبيعي، الحادث لما يطلع عن الحد الطبيعي، لا تطلب من الناس انهم ما يكونوا فضوليين، لكن اطلب منهم انه يكون في هناك وعي الى اين يذهب فيك الفضول. يعني هل من المعقول الفضول يذهب فيه اني افوت على موقع فيه ناس ارهابيين، او افوت على حريقة، او افوت على كازية زي ما قبل فترة كازية عم تنحرق والناس بعيدة عن السيارة اللي عم تنحرق امتار ممكن باي لحظة تنفجر؟ هذا فضول زائد. عشان هيك إجا الإعلام، وقبل الإعلام حكوا الحكماء ليس كل ما يقال صحيح وليس كل صحيح يقال. هذه نمسكها هذه هيك ونحطها الآن بنديرة على كل وسيلة إعلامية موجودة في الأردن وعلى كل صفحة فيسبوك. يعني هل من المنطق يا جماعة الخير أنه يكون في عملية يعني سايرة في موقع فيه إرهابيين وفي قتلى، وانت بتصور لايف ومكيف على حالك وعمالك تنشر هذا لايف وعم بتقول الآن قوات الأمن ستدخل كلاب بوليسية؟ هل من المعقول تقول الآن اجوا مجموعة يحملوا نواظير ليلية؟ ليش انت بتعتقد انه هدول الجماعة اللي جوا اللي قاعدين الأربعة خمسة ما لهم أذناب موجودة برا؟ ما لهم عواصم عمالها تتابعها برا؟ ما لهم أجهزة عم بتتابعها برا اللي دزوهم علينا؟ هذول العواصم والأجهزة والناس يعني شكروا كل الأردنيين على هالخدمة اللطيفة إنه ابعتوا اسحب. ومو بس هيك، كان في عندنا قتلى يا رهف، وكان في هناك استهتار في المشاعر. يعني بأي حق أنت بتصور
حتى لو المجرمين ما لك حق انك تصورهم. وانا اطالب عطوفه مدير الامن العام ان يحاسب حتى رجال الامن اللي صوروا داخل الواقعه وعملوا شير للصور. ما بيطلع لك شو هالحكي هذا؟ لا يجوز. يعني تخيلي جريمه القتل اللي صارت في 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 تركيا ضد السفير، كانت في كاميرا واحده لايف شغاله، لتاني يوم ثالث يوم سمحوا انهم يطلعوا الكاميرات الثانيه، مش لانه في هناك ديكتاتوريه، في اولويه مصلحه امن. فباعتقادي القضيه اللي حكيت فيها ماذا حدث، ما في مجامله فؤاد في الموضوع، مش مفروض نجامله، واللي بده يزعل يزعل. اولويه امن البلد، الاولويه سمعه البلد، الاولويه امن اولادنا، مش عشان والله انا حابب اني اصور بس بدي اصور، مش عشان انا قاعد في بيتي بدي انتقد وزير الداخليه او انتقد مين مكان. الان مش وقت انتقد حدا، الان في عندي قتلى، في عندي جرحى، في عندي شهداء، في عندي مصيبه دخلت علينا ما بنعرف من وين طلعت، واحنا عم نقول الارض الامن والامان. في ناس قالوا شو امن امان، ونورجيكم شو الامن والامان. فإحنا هل سندع هؤلاء يلعبون بنا وإحنا بسذاجتنا وطيبتنا نخلي هالوسائل التواصل الاجتماعي سيف عرقابنا؟ أنا باعتقادي إنه طبعا. لا، هذا الجانب يعني يمكن بعض الإخفاقات اللي يعني مارسها البعض يعني، أو سلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. نعم دكتور، يعني احنا يمكن بدنا نقول هل كان في جانب ايجابي للتغطية مثلاً؟ يعني مثلا البعض قالوا انه المواطن اصبح مواطن صحفي، يعني مش الان رهب، مو الان يعني في ظرف. طب التعبئه ما بتشوف التعبئه الايجابيه بتشوفهاش كويسه؟ انت بتكون انت صحفي لما تكون في هناك مناسبه ما فيها أرواح فؤاد، مناسبة ما فيها خسائر، كون مواطن صحفي. في عندنا مهرجان، في عندنا ضيف كبير وصل على البلد، في عندنا مباراة، شو ما كان بدك. أنت بتحكي دكتور لحساسية الموقف، لكن أنا الآن في لا قدر الله في أرواح ناس ما بعرف مين هي، أحط أسماء عائلات وهي مش صحيحة، أصير أقول في جنسية، في صوماليين معهم ويروح الناس يبلشوا بالصوماليين ذبح على سبيل المثال. لا يجوز. أنا بحكي برجع وبقول هاي بترجع ثقافة راف، ثقافة مواطن، وبربطها أيضا في موضوع الفضول. كلنا فضوليين، والمؤذي أكثر لما نبلش ننتقد ونجرح، يعني زي الرباعي هذا بخبط وين ما كان، شخص مو شايف ولا عارف ولا 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 بعرف شو القصة، لكن يا أما متقاعد جديد يا أما وضعه المالي سيء، عم بفش غله في موضوع لها علاقة فيها في شهداء أبناء وطن. هلا أنا عندي شهداء شبابنا استشهدوا، أنا هسه قلقان فيك إنه راتبك 300 ولا 400، في عندي بلد قاعد عم تتعرض لهجوم إرهابي، أنا في عندي سلاح جو عم بيطير فوق دول، احنا مشاركين في حرب، احنا موضوعنا مش موضوع جلالة الملك اعلن يعني مش قضية زعران زي ما البعض قال. نعم. شوية زعران. لا هذا موضوع منظم وخطير.